بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن بعد السويعات نستقبل عيد الفطر المبارك. بعد أن أمضينا هذه الأيام في الصيام والقيام، ونسأل الله أن يتقبل منا وأن يبلغنا هذا العيد بالفرح والبهجة والسرور، وأن يجعل أعيادنا أعيادا كلها فرح ووئام والتقاء وود وإخاء، وكل عام وأنتم بخير. وجاء العيد يحمل كل بشرى، ويوقظ غافلا ويتيح أجرا. فكن كالصبح في الدنيا مثيرا، وكن كالطير في الآفاق حرا. استقبل هذا العيد في هذه الظروف الاستثنائية، ولكن مع كل هذا المؤمن دائما يستبشر ويفرح ويظهر السرور. صحيح أن الأمة الإسلامية وكثير منا أو كلنا يعيش في آلام ويعيش في أحزان، ولكن لا ينبغي للحزن أن يسيطر على قلبي وروحي الإنسان المسلم، لأن الحزن يقعد عن العمل. الله عز وجل جعل بعض الفترات لكي يستروح فيها الإنسان، ومنها هذه الأعياد المباركة. ويقول ابن حجر رحمه الله: إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. فنحن نظهر السرور ونفرح، نفرح بهذا العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذه الأعياد فرصة لتجديد النشاط وتجديد العزم من أجل العمل، العمل لدين الله عز وجل، تجديد وشحذ الهمم لكي تكون أو يكون مستقبلنا خيرا من أيامنا هذه. وهذا كله يحتاج إلى عمل منا. وقد روى الإمام أحمد بسند حسن أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبشة يعني يلعبون في العيد في المسجد، وعائشة رضي الله عنها تنظر إليهم، يقول عليه الصلاة والسلام: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. فلا ينبغي أن نجتر الماضي وأن نعيش الأحزان، بل ننبذ كل هذا، نظهر الفرح السرور، وجهنا مليء بالابتسامات أمام آبائنا أمهاتنا إخواننا، نستقبلهم بالفرحة والبسمة، نستقبل أولادنا بالفرحة والبسمة، ندخل السرور عليهم، نشيع البهجة في البيت وفي الأسرة وفي المجتمع. وهكذا ديننا يعلمنا دائما أن نكون دائما متفائلين، أن تغمرنا البهجة وأن يغمرنا السرور. وفي العيد عادات الكرام لقد جرت، ببر الأيام وافتقاد الأرامل، وها أنا محتاج فلا تك قاطعا حبال رجائي منك يا خير واصل. نتلقى إخوتنا جميعا، نتلقاهم بالفرحة والبسمة والسرور. وإذا كان هنالك شيء من قطيعة فإننا ننبذ هذا، لأن الله عز وجل يحب من الأمة ومن المسلمين أن يكونوا دائما
متلاقين، متحدين، متصافحين، متحابين. وقد روى ابن ماجة بسند حسن عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ما هذا الفضل العظيم من الله عز وجل؟ تتصافح قلوبنا، أرواحنا، أفئدتنا قبل أن تتصافح أيدينا. ننبذ هذا الغل، الحقد، الحسد، العداوات من القلوب، كما قال الشاعر: واغسل الحقد والهوى من فؤادي واجعلني لكل حي وليا. ويقول عنترة: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. فلتكن أعيادنا فرصة لتجديد الحب والود والإخاء والتقاء القلوب والتقاء الإخوة مع بعضهم، وننبذ كل ما من شأنه أن يفرقنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة. وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.